طيب خلينا نبدأ بأهم المقررات، ولا خلينا نبدأ بنقاط الضعف والقوة من خلال الأهداف اللي سجلها والأهداف اللي سجلت في نادي الزمالك؟ الأول نقاط القوة، يمكن احنا كنا استعرضنا الماتش اللي فات ان نادي الزمالك مع كارتيرون في الماتشين الأخر بيلعب دفاع منطقة عشان يعني طبعا تتابعوا المباريات، لان في فرقته فيها دفاع عشوائي كتير، في مساحات ورا، وبالتالي بدا ان هو يلعب دفاع منطقه عشان يداري على المساحات اللي ورا ويلعب على الهجمات المرتده وسرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بوجود لعيب زي اشرف بن شرقي، لعيب سريع، احمد سيد زيزو لعيب بدني كويس جدا، مميز جدا بالدور الدفاعي وعمليه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. فبدا نادي الزمالك في الفتره الاخيره تنجح في هذه الطريقه، وده يعني يعتبر نوعا ما بعض المدربين بتفضلها. ممكن الطريقه ديت بتفيدك في بعض المباريات اللي هي بتبقى مثلا في الذهاب والاياب، المباريات اللي بتبقى على كؤوس، لكن اعتقد في مباريات الدوري بتبقى صعب قوي ان انت تلعب بهذه الطريقه، خاصه لما تكون فريق بطل. أيوة. فريق البطل لازم تلعب بطريقه النادي الاهلي اللي هو في الدوري، لعب الاستحواذ، لعب ان انت بتدور الكوره، لعب ان انت بتعمل محاولات كتير جدا على المرمى، ده الاسلوب اللي بيمفيد اكتر في الدوري. لكن في مباراه النوك اوت ان انت تقفل وتلعب وتخطف هدف او تلعب على ركلات ترجيح، دي بتنفع في مباراه النوك اوت اكتر. يمكن نادي الزمالك سجل الموسم ده، هم لعبوا 15 مباراه سجلوا 22 هدف. ازاي هم جابوا ال 22 هدف دي اللي احنا هنشوفها قدامنا؟ ازاي النادي الزمالك سجل 22 هدف في 15 مباراه؟ قدامنا على الشاشه هنلاقي 6 اهداف من كرات عرضيه من الجبهتين داخل منطقه الجزاء، 6 من 22 بنسبه دقه 27 و27%. يعني ايه بنسبه يعني بنسبه الاهداف، يعني 27% من اهداف نادي الزمالك كرات عرضيه. ده طبعا عشان وجود واحد زي مصطفى محمد، وجود محمود علاء، وجود فرجاني ساسي. الحاجه الثانيه التسديدات من خارج منطقه الجزاء 5، ده برضو دي تاني حاجة. إذا النادي الزمالك عنده حلول، عنده الكرات العرضية من بره من الجبهتين، التسديدات من خارج منطقة الجزاء، بعد كده التمرير الطولي في عمق دفاع المنافس 4، يبقى وبعد كده ضربات الجزاء 4. إذا أخطر 3 حاجات في نادي الزمالك على المستوى الهجومي في الدوري الكرات العرضية من الجبهتين 6، تاني حاجة التسديدات من بره منطقة الجزاء 5، بعد كده التمرير الطولي في عمق دفاع المنافس 4. هنشوف لكل حاجة مثال، ولكن اللي مكتوب تحت ده مهم قوي، اللي هو ايه؟ أهم لاعب الموسم ده في الزمالك أحمد سيد زيزو. أيوة. مسجل 5 أهداف وصنع 3 في الدوري، ما يعني مساهمته في كام هدف؟ في 8 أهداف من ال 22 يعني نسبة 36%، 36.3%. أيوة. ده لوحده أحمد سيد زيزو. فهنبص دلوقتي على الحالات، ازاي بيجيبوا اهداف من كرات عرضيه، ازاي هم مميزين بالتسديدات، ازاي هم بيعملوا في التمرير الطولي في عمق دفاع المنافس. هنبص الاول على الكرات العرضيه من الجبهتين، هنلاقي ان حتى نادي الزمالك لو نفتكر في اخر 3 مباريات، ماتش الترجي، ماتش الاسماعيلي، ماتش حرس الحدود، جابوا فيها اهداف من كرات عرضيه. ده قدامنا على الشاشه، ده في شباك نادي الاسماعيلي. أيوة. من كره عرضيه جوه منطقه الجزاء. وبالتالي اتلعبت عرضيه، جاء تقريبا اوباما هو اللي قطع وحطها براسه. ده الهدف الاولاني. نبص على الهدف اللي بعده برضو، هنلاقي ده قدام نادي بيراميدز اهو قدامنا، من كره عرضيه برضو مصطفى محمد كان ماسكه علي جبر، اتحرك كان على البعيده، بعد كده قطع على القائم القريب، اتلعبت له عرضيه وسجلها براسه. ده تاني هدف، ده تاني حاله فنيه معانا. الحاله الفنيه الثالثه، هنبص ده مباراه الترجي، عرضيه عبد الشافي برضو على راسيه اوباما. اذا ده يعني اخر 3 مباريات لنادي الزمالك، مباراه الاسماعيلي، مباراه الترجي، مباراة حرس الحدود، الثلاثة جابوا فيها أهداف من كرات عرضية، طبعا باستثناء المباراة الأخيرة اللي كانت قدام النادي الأهلي في السوبر. أيوة. نبص برضو على الحالة اللي بعد كده، هنلاقي ده حالة احنا اتكلمنا على ايه؟ على الكرات العرضية اللي من الجبهتين. أيوة. الحاجة التانية اللي هنتكلم عليها التسديدات من بره منطقة الجزاء. هنلاقي ان مصطفى محمد اهو سجل من تسديدة بره منطقة الجزاء في شباك وادي دجلة. الحاجة اللي بعد كده برضو، الحالة اللي بعد كده، ده مثال يعني. دي بقى فكرة التمرير الطولي في العمق، يبقى احنا اتكلمنا على الكرات العرضية، اتكلمنا على التسديدات، الحاجة التالتة التمرير الطولي في العمق. نادي الزمالك عنده لعبة شهيرة جدا اللي هي لعيب الارتكاز دايما بيلعب التمرير الطولي لمصطفى محمد، لأن مصطفى محمد زي ما قلنا قبل كده إن هو مميز كمحطة على بناء لعب، بتبني بتفتح المساحات للي جاي من ورا. أدي هدف كان في شباك أسوان، اتلعب التمرير الطولي، مصطفى محمد حطها بالقدم اليسرى. اللي بعد كده برضه، الحالة اللي بعد كده هنلاقي ادي هدف برضو، ده هدف الاتحاد السكندري كربونا من هدف اسوان، اتلعب التمرير طولي في العمق، اللعيب برضو مصطفى محمد راح شايطها. الهدف اللي بعد كده برضو، كل دي حالات فنية احنا عرضناها للنادي الزمالك ازاي سجل اهداف. يمكن دي ابرز نقاط في ازاي هم سجلوا الاهداف. طب تعالى نشوف زي ما حضرتك قلت نقاط الضعف لنادي الزمالك، ازاي نادي الزمالك استقبل 11 هدف في 15 مباراة بالدوري.
هنلاقي ان زي ما قلنا نقاط القوه برده نقاط الضعف في الدوري. احنا بنتكلم على الدوري تحديدا، مالناش دعوه بدوري ابطال افريقيا او السوبر. الدوري نادي الزمالك استقبل 11 هدف في 15 مباراه، هنلاقي ان من ال 11 هدف دول كام هدف تمرير طولي في عمق الدفاع؟ 4. عشان كده كارتيرون لو بصينا على الاحصائيه دي هنلاقي ان كارتيرون الاربعه دول كان قبل تولي كارتيرون المهمه تحديدا اكتر، يعني تحديدا في مباراه طلائع الجيش اول مباراه ليه، لما جه ولقى ان في ثغرات دفاعيه كتير لجأ لدفاع المنطقه وعمليه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. النقطه الثانيه كره عرضيه من الجبهه اليمنى للزمالك وسوء التغطيه العكسيه للظهير الايسر، اتكلمنا برضو عن النقطه دي ان نادي الزمالك عنده مساحات ورا حازم امام وفي نفس الوقت تقدر تلعب تمرير طولي في ظهره وفي نفس الوقت تعمل كرات عرضيه من الجبهه دي، يعني النهارده لو لعب مثلا في الجبهه دي اي حد تمرير بيعمل تمرير طولي بيلعب للناحيه الثانيه بيبقى في سوء التغطيه العكسيه من زي ما اتكلمنا فيها قبل كده لعبد الله جمعه ومحمد عبد الشافي. ايوه ضربات الجزاء 2، الكرة العرضية من الجبهة اليسرى 1. هنستعرض برضو الحالات الفنية لنقاط ضعف نادي الزمالك، هنلاقي ادي اول حالة ده كان هدف نادي انبي. بص حضرتك ده هدف بيثبت الفرق ما بين الزمالك قبل كارتيرون وبعد كارتيرون. قبل كارتيرون كان في مساحات كبيرة قوي ورا، ليه؟ لان دفاع الزمالك كان بيلعب دفاع متقدم، وبالتالي محمد شريف قدر مع انبي ان هو يستغل انفراد زي ده ويسجل منه هدف. عكس في الفترة الأخيرة مع كارتيرون لما لقى المساحات الموجودة دي ورا بدأ إن هو يلعب دفاع منطقة ويضيق الإيه؟ المساحات. مع كل الفرق. مع كل الفرق نبص على الهدف اللي بعده الحالة الفنية، ده هدف برضه لتمرير طولي في العمق، دفاع نادي الزمالك كان من نادي طنطا. صنع أهداف لوحدها، حصل على ركلات جزاء لوحدها برضه. ده يمكن مقارنة الاثنين المهاجمين. النهارده المقارنة الثانية اللي هي وليد سليمان. وليد سليمان واحد من عناصر الخبرة اللي دايما عندها رقم مميز في التسجيل في شباك نادي الزمالك. وفي مقارنة ما بين وليد سليمان وما بين أحمد سيد زيزو. أيوه. هنلاقي إن وليد سليمان طبعًا 35 سنة. وليد سليمان لعب هو هداف النادي الأهلي الموسم ده. لعب 15 مشاركة مسجل قدامنا الأرقام على الشاشة مسجل 6 أهداف. طب تفصيل الإحصائية إيه بقى؟ إن وليد سليمان مسجل 6 أهداف منهم 5 من جوه المنطقة وواحد من بره المنطقة. تمام؟ دي تفصيل وليد سليمان. طب كم منهم هدف بالراس؟ من اكتر اللعيبه او اكتر لعيب في النادي الاهلي سجل بالراس هذا الموسم وليد سليمان مسجل 3 اهداف بالراس من 6، يعني 50% من اهداف وليد سليمان في الدوري بالراس. بالهيد يعني 3 من 6 و 3 بالقدم اليسرى، ما جابش ولا جون بالقدم اليمنى، ده وليد سليمان. اما احمد سيد زيزو اللي احنا قلنا عليه ان هو مساهم في كام؟ في 8 اهداف، مسجل 5 وصنع 3. كم هدف من بره المنطقه لاحمد سيد؟ يمكن احمد سيد زيزو مسجل زي ما قلنا 3 ومسجل 5 وصنع 3، 1 بالراس و4 بالقدم اليمنى، ما سجلش بالقدم اليسرى. اذا الاثنين لاعبين مش مسجلين بالقدم العكسيه. يعني وليد سليمان ما جابش ولا هدف بالقدم اليمنى لانه هو بيلعب بالقدم اليسرى، احمد سيد زيزو ما جابش ولا هدف بالقدم اليسرى لانه هو بيلعب بالقدم اليمنى. والاثنين سجلوا بالراس، ولكن مع الفارق ان وليد سليمان مسجل 3 اهداف من 6 بالهيد. تمام، دي المقارنه الثانيه معانا. عندنا بقى بعد كده مقارنه صانع الالعاب في الدوري، قفشه ويوسف اوباما. تمام، هنلاقي ان محمد مجدي قفشه 23 سنه وغالبا الاثنين هيلعبوا النهارده. يوسف اوباما 24 يعني غالبا سنة. ان مجدي قفشه احتمال كبير يلعب في النادي الاهلي، واوباما بيلعب دايما في نادي الزمالك في الفتره الاخيره، وغالبا هيلعب مجدي قفشه واوباما، على الرغم من حتى هذه اللحظه لم يصل التشكيل الرسمي او لم يصدر التشكيل الرسمي من النادي الاهلي او من الجهاز الفني للنادي الاهلي، ولا ايضا من الجهاز الفني لنادي الزمالك. عدد المشاركات عند محمد مجدي قفشه الاثنين لعبوا نفس المشاركات 13 13 قدامنا الارقام على الشاشه، الاثنين لعبوا 13. نيجي بقى لمين بيسجل اهداف اكتر؟ محمد مجدي قفشه مسجل 4 اهداف مقابل هدف واحد بس لاوباما. اذا على مستوى التهديف هتلاقي ان محمد مجدي قفشه افضل من اوباما. طيب على مستوى صناعه الاهداف هنلاقي ان محمد مجدي قفش عنده 4 اسيست، يوسف اوباما عنده 5 اسيست، اذا ارقام اوباما اعلى في الاسيست. طيب حصول على ركلات جزاء، ده حصل على ركله جزاء وده حصل على ركله جزاء. اذا محمد مجدي قفشه في الارقام التهديفيه بتاعته مساهم في كام هدف؟ 4 و4 8 و1 9، مساهم في 9 اهداف للنادي الاهلي الموسم ده. اما يوسف اوباما 1 و5 و1 يعني 6 و1 7، مساهم في 7 اهداف الموسم ده لنادي الزمالك. دي مقارنه ما بين الاثنين صناع الالعاب. نيجي لمنطقه الارتكاز، مقارنه ما بين عمرو السوليه وفرجاني ساسي، برضو بنتكلم على الموسم الحالي. هنلاقي ان عمرو السوليه عنده 29 سنه، فرجاني ساسي 27 سنه. عمرو السوليه اكبر من فرجاني ساسي بسنتين.
عدد المشاركات عمرو السوليه لعب 14 مشاركه. عمرو السوليه السنه دي بيقدم يعتبر عادل ارقامه الموسم اللي فات، بيقدم موسم مميز جدا. أيوه. عنده 4 اسيست ومسجل هدفين، يعني مساهم في 6 اهداف للنادي الاهلي. أيوه. الهدفين اللي جابهم عمرو السوليه نحط تحتها خط 2 من بره منطقه الجزاء. ايوه، وده حل مهم جدا دايما بيقدمه لك عمرو السوليه، هدفين، هدف كان في الحرس وهدف كان في طلائع الجيش، الاثنين كانوا من تسديدات من بره منطقه الجزاء. ايوه. اما فرجاني ساسي عنده 11 مشاركه، احرز هدف واحد وكان من داخل المنطقه اللي هو كان في المقاولين العرب براسيه من ضربه ركنيه، وعنده اسيست واحد. ارقام فرجاني قلت جامد جدا الموسم ده. عن الموسم اللي فات، الموسم اللي فات كان 6 اسيست او 5 اسيست، الموسم ده طبعا الارقام تراجعت بشكل ملحوظ. عمرو السوليه ارقامه عاليه جدا ونفس ارقامه السنه اللي فاتت حققها واحنا لسه ما خلصناش الدور الاول. طيب خلينا نروح لاخر مقارنه ما بين لاعبين في خط الدفاع، رامي ربيعه ومحمود علاء. تمام. عندنا ان رامي ربيعه سنه 26 سنه، محمود علاء 29. محمود علاء اكبر من ربيعه بسنتين، بثلاث سنين. ايوه. عدد المشاركات في رقم مميز قوي يمكن مش كتير هياخد باله منه الربيعه. ربيعه عنده 12 مشاركه في الدوري. ايوه. تمام. كم مره من ال 12 شباك الاهلي نظيفه في ال 12 مباراه؟ 11. واستقبلت شباك الاهلي في وجوده مره واحده، هدف واحد في مباراه واحده. يعني طالما ربيعه موجود لعب كم مشاركة؟ 12 مشاركة، 11 مشاركة من ال 12 شباك الأهلي نظيفة، يعني ربيعة هنا مصدر الأمان والاطمئنان لدفاع النادي الأهلي، طبعًا مع تألق محمد الشناوي في حراسة المرمى. نيجي برضو للناحية التانية محمود علاء، محمود علاء أرقامه أعلى من ربيعة في إيه؟ في التهديف. في التهديف. محمود علاء جايب 4 أهداف الموسم ده. عكس ربيعة ما جابش ولا هدف. الشباك النظيفة لمحمود علاء 18 من 13 مشاركة في وجوده. 8 سوري من 13 مشاركه، 8 من 13 مشاركه. طب استقبلت شباك النادي الاهلي في وجوده في الزمالك في وجوده قد ايه؟ 8 اهداف من 13 مشاركه في وجود محمود علاء، عكس رامي ربيعه، رامي ربيعه استقبل دفاع النادي الاهلي هدف واحد بس في وجوده من اصل 12 مشاركه.